بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأساتذتي المحترمين، النهاردة أنا بتشرف أن أنا موجود على موقع نقابة المحامين للرد على بعض التساؤلات البسيطة اللي بنتسئلها دايما من السادة الزملاء المحترمين المحامين بصفة عامة ومحامين الإدارات القانونية. إيه الفرق ما بين المحامي الإدارة القانونية الخاضع لقانون 47 لسنة 73 والمقيد بجدول نقابة المحامين، وبين باحث الشؤون القانونية المعين داخل الوزارات وبعض الجهات الحكومية؟ وهنبتدي الأول، إحنا هنعرف محامي الإدارة القانونية، وهو المحامي المقيد في جدول نقابة المحامين في جدول القطاع العام، وهو يعتبر خاضع لقانون 47 لسنة 73 اللي بتنظم علاقة العمل ما بين المحامي وبين جهة العمل. ودول المحامين اللي بيبقوا موجودين في الهيئات العامة والجامعات العامة والمؤسسات الصحفية والبنوك العامة والإذاعة والتلفزيون والشركات العامة بأنواعها، سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام. ودول لهم طرق في التعيين بتختلف عن الباحث القانوني، لأن الباحث القانوني هو الموظف الشؤون القانونية اللي بيعين داخل جهة الإدارة بالقانون. كان قبل كده قانون 47 لسنة 78، وهو قانون الخدمة المدنية اللي ألغي بالقانون رقم 18 لسنة 2015. فالقانون الخدمة المدنية يعتبر هو اللي بينظم كل أحوال الباحثين القانونيين. طيب، إيه الفروق الجوهرية اللي ما بين الاتنين؟ هناخد الأول محامي الإدارة القانونية المقيد في نقابة المحامين. النهاردة محامي الإدارة القانونية بيباشر عمله الفني داخل الجهة الإدارية من خلال الإدارة القانونية المعين بيها، إن هو يقدر إن هو يقيم الدعاوى ويقدر يباشرها ورفع القضايا، سواء كانت على الجهة الإدارية أو ضد الجهة الإدارية. زائد اختصاصنا في إبداء الرأي والفتاوى، صياغة العقود، كل ده أنا اللي بباشره مع نفسي، وإجراء التحقيقات والانتهاء إلى جزاءات. يعني أنا النهاردة لو في تحقيق مالي أو إداري بيتحول لمحامي الإدارة القانونية، المحامي الإدارية بيبدي الرأي بتاعه، يعني في الهيئات العامة بيحقق في المخالفات الإدارية، أما المخالفات المالية فبيكتب مذكرة وبيرفعها للنيابة الإدارية. أما محامين الشركات العامة، شركة القطاع العام وقطاع الأعمال العام، فهم بيقدروا إن هم يتوصلوا للتحقيق حتى نهايته، اللي هم اللي بيوقعوا الجزاء وفقا للائحة الشؤون، لائحة الجزاءات اللي موجودة في الشركة. لأن أنا بحل محل هيئة قضايا الدولة وبحل حقيقة النيابة الإدارية. طيب، طريقة التعيين في الجهة الإدارية، سواء بالنسبة للمحامي الإدارة القانونية أو بالنسبة للباحث القانوني، محامي الإدارة القانونية بيعين وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون 47 لسنة 73 قانون الإدارات القانونية. إن أنا بتقدم لشغل وظيفة داخل جهة معينة، ولكن إجراءات التعيين كلها بتتم وفقا للجنة الإدارات القانونية اللي منصوص عليها في القانون، وكل جهة بيبقى لها لجنة إدارة قانونية بتشوف استيفاء الأوراق وهل يا ترى بتنطبق عليها الشروط من عدمه، وبناء عليه بتصدر قرار بالتعيين. يعني التعيين بتاعي ما بيبقاش من جهة الإدارة بتاعتي، وجهة الإدارة بترشحني للتعيين. أما الباحث القانوني فهو بيعين وفقا لجهة الإدارة في مسابقة بتبقى معلن عنها، فبيتقدم عدد من السادة الزملاء اللي خريجين ليسانس الحقوق، وبالتالي بيعين وفقا للإجراءات المتبعة في قانون الخدمة المدنية، ويسري عليهم أحكام قانون الخدمة المدنية بالكامل زيه زي أي موظف داخل الجهة بالتعيينات والترقيات وكل شيء. إنما محامي الإدارة القانونية تعيينه وفقا لقانون إدارات 47 لسنة 73، ترقيته وفقا لقانون 47 لسنة 73، إنما القانون اللي بيتطبق على جهة الإدارة على الموظفين العاديين داخل الشركات والهيئات ما بيتطبقش على قانون على محامين الإدارة القانونية اللي موجودين جوه الجهة اللي هم شغالين بيها. اختصاص المحامي الإدارية زي ما قلنا لحضرتك دلوقتي، إن هو بيباشر رفع الدعاوى والقضايا، بيبدي الآراء والفتاوى في أي مسألة بتطرح عليه، بيجري التحقيقات سواء كانت مالية أو إدارية في بعض الجهات زي الشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وبيجري التحقيقات الإدارية فقط بالنسبة للهيئات العامة.
أما الباحث القانوني فهو بيعمل التظلمات في حاجة اسمها محقق وفي باحث شكاوى والتظلمات وبيعد بها تقرير بيعد تقرير في بعض بيجري التحقيقات وبيعد بها تقرير إنها ممكن تتحل النيابة الإدارية من عدمه بيساعد هيئة قضايا الدولة في إعداد المذكرات في الموضوع المشار إليه لأنهم بيتبعوا في التقاضي لهيئة قضايا الدولة. بمعنى ونفسر الحتة دي ببساطة، أنا النهاردة كمحامي عن الجهة اللي أنا بعمل فيها افترضنا إن أي حد متقاضي وله الحق إن هو يقيم دعوة ضد الجهة اللي أنا شغال فيها، لما الدعوة بتيجي عندي أنا اللي بشتغلها من الألف للياء، سواء بكتابة المذكرات سواء بالترافع أمام المحكمة، بحضر وبسدد دمغات زي الزميل الحاضر المحامي الحر، فببقى أنا بمثل الجهة دي أمام المحاكم. أما الباحث القانوني فهو ما عندوش الميزة دي، هو بينتهي دوره عند لما بيبقى فيه دعوة مقامة ضد الجهة بتاعته، فهيئة بيعلن عن طريق هيئة قضايا الدولة، لأن هيئة قضايا الدولة هي اللي هتمارس حقها في التقاضي أمام الجهات القضائية. فبيبعت للباحث القانوني بيقول له القضية الفلانية، طب دي كذا، إيه اللي تم فيها؟ فهو اللي بيجمع له المستندات وهو اللي بيديله المذكرات وهو اللي بيبحث له الموضوع وبيبعته له وبينوب عنه في الحضور أحد السادة ممثلي هيئة قضايا الدولة. لكن الباحث القانوني دوره لا أحد ينكره، لأنه هو بيعد مذكرات لجهة الإدارة عن عشان يرفعها لهيئة قضايا الدولة، بيشتغل في مشروع القوانين لو في أي حاجة عايزة بحث معين بيبحثها، بيشتغل في قانون لو في حاجة خاصة بالمزايدات وبالمنقصات جوه هو اللي بيرفع بها مذكرة، وإذا كانت في أحقية للجهة دي من عدمه، يعني كلها تعتبر ترتيب داخل الجهة الإدارية استعدادا لو في تقاضي بعد كده بيرفع مذكرة لهيئة قضايا الدولة. طيب افترضنا النهاردة ان في تحقيق، هو بيبقى في التحقيقات البسيطة وليست التحقيقات الكبيرة زي التحقيقات المالية، يعني مثلا في بعض المخالفات البسيطة الخاصة بالغياب بالحضور على سبيل المثال وليس الحصر، فهو بيقدر ان هو يحقق ويكتب مذكرة يرفعها لرئيسه المباشر، ولو المذكره او التحقيق كان اكبر من كده او كان هيبقى فيه شك مالي او هيبقى فيه مخالفه اداريه جسيمه يقدر ان هو يكتب مذكره يرفعها للنيابه الاداريه، والنيابه الاداريه بتجري التحقيق ولها ان تتخذ شؤونها سواء بالاحاله الى المحكمه التاديبيه. لا النهارده انا كمحامي اداره قانونيه من حق انا كشركات قطاع عام وقطاع اعمال عام اقدر ان انا احيل الموظف للمحكمه التاديبيه، ولكن بينظمها قانون العمل وانا بقدر ان انا ارفع الدعوه التاديبيه امام المحكمه العماليه. فالمحكمه العماليه دي محكمه مدنيه ممكن توصل فيها للفصل العامل. بالنسبه للهيئات العامه بالنسبه للموظفين عن طريق النيابه الاداريه، اما بالنسبه لي انا كمحامي اداره قانونيه طريقه التفتيش عليا بتبقى عن طريق التفتيش الفني في وزارة العدل، لأن وزارة العدل هي المنوطة بالتفتيش على الأعمال الفنية الخاصة بعملي كمحامي داخل الإدارة القانونية. يعني النهاردة اللي بيفتش عليا وبيديني التقارير السنوية ليست جهة العمل، ولكن إدارة التفتيش الفني في وزارة العدل. أما الباحث القانوني فاللي بيعطيه التقرير السنوي هي جهة الإدارة، هي مديره، فدي ما بيبقاش فيها نوع من الحيادية زي محامي الإدارة القانونية. محامي الإدارة القانونية إدارة تفتيش وزارة العدل جهة محايدة، فما بيبقاش لها سلطان على جهة الإدارة ولا جهة الإدارة لها سلطان عليها، فبالتالي التفتيش بيبقى وفقا للأعمال والحصر الأعمال اللي احنا قمنا بيه في خلال السنة. أما الباحث القانوني بيبقى عن طريق جهة الإدارة، يعني مديره يقدر يقول يقدر يديله تقرير حسب ما يتراءى له، بيبقى فيها بعض المجاملات، بيبقى فيها بعض بخس الحقوق، الله اعلم بالظروف بتاعتهم، بس في النهايه ما بتبقاش بنفس الحياديه لمحامي الاداره القانونيه. هنتكلم يعني في ايجاز مختصر كده بالنسبه لبطاقه الوصف الوظيفي للباحث القانوني او الشؤون القانونيه،
تعريف فبيقول يقع هذه الوظيفة ضمن نشاط الشؤون القانونية، تختص هذه الوظيفة بالمعاونة في إجراء التحقيقات مع العاملين في الجهة، وكذا المعاونة في إعداد مشروعات العقود الإدارية وكذلك ودراسة تظلمات العاملين ومباشرة الإجراءات القانونية التي يتطلبها العمل. ويعمل شاغل الوظيفة تحت الإشراف المباشر للرئيس المختص الذي يراجع أعماله مراجعة تفصيلية ويجري التحقيقات بالإدارات مع العاملين بالجهات في المخالفات البسيطة، ويعد مذكرات بنتائج التحقيقات لرئيسه تمهيدا لعرضها على السلطة المختصة، كما يعاون في إعداد مشروعات القرارات التنفيذية بتوقيع الجزاء بعد إقرارها، يعاون ممثل الجانب القانوني في بعض لجان المناقصات والمميزات والمزايدات والممارسات التي تنفذها الجهة، يعد المذكرات الخاصة باقتراح حالة الموضوعات للنيابة الإدارية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات طبقا لأحكام القانون، يعاون في جميع استيفاء المستندات والأوراق اللازمة لإعداد المذكرات بمباشرة أو دفاع الجهة في الدعاوى المقامة منها أو عليها، وتبشرها هيئة قضاء الدولة، يعاون في متابعة سير الدعاوى أثناء تداولها من خلال هيئة قضاء الدولة، يعاون في متابعة أعمال الجهات والجهة في مأمورات الشهر العقاري. يعني النهاردة هو الدورين يعني قريبين من بعض شوية، بس الباحث القانوني غير مقيد في نقابة المحامين، وهو معين وفقا لقانون الخدمة المدنية، ولو هو كان مقيد جدول غير جدول نقابة المحامين فيتعين عليه حالته الجدول غير المشتغلين، ويعتبر شرط أساسي أنه ما يكونش مقيد في نقابة المحامين. أما محامي الإدارة القانونية فلابد من قيده، وشرط لتعيينه أنه يكون مقيد في جدول نقابة المحامين أو يكون على الأقل بدرجة ابتدائي، وبيصدر بتعيينه قرار من اللجنة العليا من لجنة الإدارات القانونية، ولا يجوز نقل محامي الإدارة القانونية إلا بموافقة صريحة كتابية من المحامي بالإدارة القانونية، ولا يجوز نقله من غير توقيعه أو بعد عرض موضوع النقل الخاص به على اللجنة العليا للإدارات القانونية، واللي بتبقى تحت رئاسة وزير العدل، وبتشكل من وزير العدل رئيسا، أحد نواب رئيس محكمة النقض، أحد نواب رئيس مجلس الدولة، أحد نواب رئيس هيئة قضاء الدولة، أحد وكلاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 5 من مديري وأعضاء الإدارات القانونية، على أن يكون من بينهم 2 من أعضاء النقابة العامة عن القطاع العام. في الحالة اللي شبه ديت يجوز النقل، غير ذلك النقل يعتبر باطل بطلان مطلق. أما الباحث القانوني في الجهة الإدارية فينطبق عليه في النقل أي شيء بينطبق أو على الموظف اللي داخل الجهة بالإرادة المنفردة من جهة الإدارة، ويحق له التظلم أو من عدمه، بس ما بيبقاش فيها بطلان.